مشاهدينا في كل مكان، وانت كريم اهلا بيكم. واول يوم من ايام ابداع حفظ سنه 2017، اكبر تجمع شبابي ثقافي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ابداع 5 السنادي تحت شعار ولسه الابداع مستمر، تحت رعايه وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. يلا بينا نبدا المسابقه الاولى من ابداع 5، وهي الدوري الثقافي المعلوماتي، ويشمل مجال الفن، الرياضه، العلوم، الادب، التاريخ، الجغرافيا. وبتحمل اسم الجائزه السنه دي العالم الكبير احمد زويل، واللي حصل على جائزه نوبل عام 1999. قيمه جائزه النهارده هتكون 60,000 جنيه. اما عن لجنه التحكيم اللي مشرفانا النهارده، فاول عضو هيكون مروه الشرقاوي، الاعلامي احمد عبد العزيز، الاعلامي محمد حسان. اول فريق هيكون معانا النهارده هو جامعه السادات. أقصر الأنهار وهو نهر في أمريكا الشمالية.